لم يستقر سرغون في عاصمة واحدة من العواصم الأشورية، ففي بداية حكمه اتخذ مدينة أشور عاصمة لإمبراطوريته، ثم انتقل إلى نينوى بالإضافة إلى العاصمة العسكرية كالخو، ثم اتجه أخيرا إلى تأسيس مدينة جديدة، فاختار لذلك موضعا جديدا عند قرية قديمة اسمها مكامبا على بعد 15 ميلا شمال شرق نينوى. فشرع في وضع أسس المدينة الجديدة في عام 717 قبل الميلاد، وقد سماها باسمه أي دور شاروكين، معناها حصن سرغون، وجعل شكلها مربعا تقريبا كل ضلع منه طوله الميل واحد، وصورها بسور ضخم، ووضع للمدينة 7 بوابات كل منها سمي على اسم إله أشوري على غرار بوابات نينوى. وزينت هذه البوابات تماثيل ضخمة من الثيران المجنحة ذات رؤوس البشرية، وكانت بمثابة الجن الحارس للمدينة، وسميت باللاماسو. وكانت شوارع المدينة مستقيمة ومتقاطعة، تشبه نظام الطرق الذي اتبع في المدن الرومانية. وشيد قصره فوق تلة ارتفاعها 50 قدما، وكان قصرا واسعا يحتوي على 200 غرفة وثلاثين ساحة. كما شيد في المدينة المعابد للآلهة وبرجا مدرجا ذا 7 طوابق، كل طابق منها ملون بلون خاص، ويرقى إليه بمدرج حلزوني يدور حوله. وزين القصر الملكي بأنواع الزخارف مثل القاشاني المزجج الأزرق والمزخرف بالصور والرموز المقدسة، بالإضافة إلى الثيران المجنحة التي كانت تزين المداخل، وألواح منحوتات حجرية كثيرة منحوتة بالمشاهد المختلفة والمنقوشة بالكتابات المسمارية الأشورية. وكان طول هذه المنحوتات لو وضعت جنبا إلى جنب لبلغ طولها 1.5 ميل. إنما اكتشف من مدينة سرغون أضاف أشياء مهمة إلى معرفتنا بما بلغه فن البناء والعمارة الأشورية، وخطط المدن، وفن النحت، وصناعة المجوهرات والزجاج، وبلغت مهارتهم في سبك المعادن وصبها درجة كبيرة، ولا سيما سبك معدن البرونز الذي صنعت منه الأسود والثيران. وبلغ البذخ في بناء هذه المدينة لدرجة أنه كان هناك 26 ثورة مجنحة في المدينة، يزن كل منها 40 طنًا، وهي من أجمل وأدق التصاميم الأشورية، وتوجد اليوم في أكبر المتاحف العالمية. وعثر في مخازن القصر على آلات وأدوات حربية من الحديد يبلغ وزنها 200 طن. وقد أكمل بناء المدينة بعد 10 أعوام، لكن لم يتمتع بانيها بالسكن فيها لمدة طويلة، إذ أنه توفي بعد أتمام بنائها بعام واحد في عام 705 قبل الميلاد. وحكم من بعده ابنه سنحاريب الذي نقل العاصمة إلى مدينة نينوى، وأهملت دور شاركين بعد ذلك. شكرا لكم على المشاهدة، ولا تنسوا الاشتراك في قناة تاريخ بلاد أشور لمتابعة كل جديد.